اما النضاره دي بقى فدي تلزمني يابا. حقك يا حاج. لا حقك ولا حقه، ده حق انا. حقك انت؟ حق ايه يا ابو حق؟ الفلوس يابا والبضاعه دي بتاعتنا احنا. ومحدش قال لك ولا فطمك ولا قراك يا روح امك ان الشغل في المنطقه دي من غير اذن عمك الطبقي، عم الشياطين كلها، يبقى حرام. معلش يا عم الطبقي، حق بس سامحنا المره دي. تعالى يا تبوس ايد عمك الطبقي عشان تلون الرضا. سامحتك يا واد. وانت هلا مش هتيجي تبوس عمك الطبقي عشان تلون الرضا من الكبير؟ كبير؟ لا يا انا ماليش كبير. هو قال ايه يا رجاله؟ مالوش كبير. واللي مالوش كبير يشتري له كبير. وقبل ما نشتري له الكبير بنعمل معاه ايه؟ بنروق. ايفوه. استنيك يا قد، وان ما جيتش البحر ياما بيتاوي. فلوس. الطبقي يا مش محدش بيقول لا. أنا جيت حسب الاتفاق. وأنا كنت مستنيك، بس لما لقيتك اتأخرت وجه ميعاد نومي لازم أنام. فين فلوسي؟ مش تبل ريقك الأول وبعدين نتكلم؟ مستعجل. كل واحد يجي يفتح لي مطوة أحطها على رقبتي ولا أنا مستعجل؟ اخلص. عشان كده مفيش بركة اليومين دول. اخلص طيب. آمين. امسك. كتير يا حمام. استنى، انت اسمك ايه؟ مش الحاوي. لو خرجت من هنا رجالتي مش هيسيبوك. يا دي اسمع كلام عمك التوبجي، عم الشياطين كلها، وما تتنوش. انا كنت مستنيك، كنت عارف انك جاي، ولو ما جيتش انا ما كنتش اشتغلتها تاني. انا كنت متراهن مع رجالتي عشان كده سابوك تنفد وتخش. اسمع يا عاد، انا عايزك تقعد هنا وتركب السماعات في ودانك وتسمع الكلمتين اللي هقولهم لك. اقعد. تشرب؟ ما بشربوش. هتشرب. ازيك يا ابو قلب جامد وحديد، خلص من زمان، عشان كده انا بدور على واحد زيك بابره. اسمع، انا عايزك تشتغل تحت ايدي. ما اشتغلش تحت ايد حد. ياض ما تبقاش حمار ياض، الفرصه ما بتجيش غير مره واحده ومن طبق واحد. شيرة بقى، ما كانتش عزومة دي. عزوز اسكت. حاضر. شايفة؟ شايفة امك بتعمل ابوكي ازاي؟ انا مساعد اول ممتاز شرطة صفية كده. معلش يا بابا. عزوز ورايا. ارحاني يا استاذ فاطين. هتموتني.
هربيك يا حيوان انت، هربيك. الحمد لله انها جت فيكي، قصدي الحمد لله انها جت سليمه. وبعدين ده باين عليه اجنبي، بس انا اخدت نمرته ما تقلقيش. نمره مين؟ انا اللي هطلع روح الحيوان ابن الحيوان. عندك يا مدام، اوعي تكملي. الاحسن يبقى سب علني، ودي عقوبتها غرامه لا تقل عن 1000 جنيه وحبس 6 شهور مع الشغل. وبعدين حضرتك الغلطه في اماكن مخصصه لعبور المشاة، الشوارع للمواصلات فقط، وهو ده القانون، مع انه حرام يا عجل. انت مش فاهم القانون يا عم عزوز ولا ايه؟ ما تقول لها. ايه ده، انت تعرف الحمار ده منين؟ ثاني واحد. ده الاستاذ فطين المحامي. ايه الايه اللي ايه ايه وتعملي لي كده؟ لا عندك يا مدام، انا الاستاذ فطين علي حسين الجرحي، المحامي وممثل دوله القانون هنا. يعني جنايه، جنحه، طلاق، نفقه، ضرايب، باي حاجه، ومن اول جلسه واسالي عليا في المحاكم. واسالي لك ليه يا حبه عيني؟ كنت هناسبك. خلاص يا استاذ فطين، ما تجيبليش العزيه. لا يا سول عزوز، مش خلاص، كل واحد ياخد حقه. وحضرتك كمان، انا صاحب العجله اللي صدمتك واتجرحت بسببك، والمفروض قانونا، ها قانونا، تصلحيها وتعتذري كمان. عزوز سكت الشيء ده، بدل ما دب قوم في عينيك. دب يا اختي دب، وفرجيني عشان تبقى احداث عاهه مستديمه وشروع في قتل، وتندب انت بقى 5 سنين ومن اول جلسه. خلاص بقى يا ماما. وبعدين هو يا استاذ فطين. نعم يا عم عزيز. يا عم خليك معايا. حاضر. خليك معايا، حصل خير. يا عم بص لي هنا، وانت يا بنت قطر يلا خد امك وامشي من هنا. الله، اسمك قطر؟ اه، اسم جميل قوي. قطر ايه بقى؟ قطر الندى. الله، العجله بسكليتة يا بسكليتة. عزوز انت سبته يمشي؟ قطر من زمان رقبته تجري وراه. ايوه ده الواد بسكليتة، حرام العجل، وانا عمال اشبع عليه. بس ما تقلقيش، انا هعرف اجيبه. هيروح مني فين؟ يلا بينا احنا نروح. نروح هنا لسه شويه حاجه بعد كل اللي حصل ده يا ماما. وهو ايه اللي حصل يا دنايا؟ عزوز ورايا. حاضر. اقفش احاول شوقك. بقول لك يا توجي، شغل التخطيف ده ما بقاش يلزمني، جاري وهاري وتنطيط واخر صفيحه رايش. لان هنا الرايش الكابو خرج من السجن بقاله اسبوع، قلبها مراجيح. كفاره خارج سخنان على الكل، اللي مش معاه بيبقى عليه، محدش قادر يقف له، خارج شرقان للدم. الدم بدم بقى يا توجي، مفيش حد بقى عليها. انا بقول لك ان فرشتنا اليومين دول لحد ما نفهم ميته ايه. بقول لك يا توجي، انا لسه ما اتخلقش ولا امه جابته اللي قعدني في جحر زي الفيران. مش انا يا توجي، مش الحاوي. وبعدين انت اللي بتقول كده يا توجي، انت باين عليك اتهتيت من اللي سمعته، وعظمك خاوخ وبقى بيلق. فجر يا حاوي، انت عارف الطبج كويس، الطبج عم الشياطين كلها. الطبج طول عمره زي الجبل ثابت، ما تدوش ريح. لولا ظابط المباحث اللي صابني في عمليه تهريب من 5 سنين، والرجاله اللي كانوا شغالين تحت ايدي خافوا وكشوا وراحوا يشتغلوا تحت ايدين الكبو. وانت عارف ان الكبو وسخ ردع زباله وما يفهمش في اصول الشغلانه. وبعدين انا مش هصغر نفسي قصاد كلب عشان شويه عظم. بس انا بقى طبج بعرف اتعامل مع الكلاب، وخصوصا كلاب السكك. ما تنساش اني متربي في وسطهم. وما تنساش كمان ان انا اللي خدتك وعلمتك وقويتك. ولا انت هتعمل زي العيال الرمم دول، هتسيبني وتروح تشتغل تحت ايدين الكب؟ انت عارف اني ما بحبش الخيانه، والجميل اللي ليك انا رديتهولك بدل المره 100 مره. لما عاوز اسيبك هقول لك يا توجي. يعني لو كبو جه عشان يصفي القديم هتقف له ميشو؟ ده فاكر ان انا اللي بلغت عنه البوليس ما ردتش عليا. لو الكبو جه عشان يصفي القديم تقف له؟ اللي هيجي هنا هيموت يا طبجي. ولو كان الكبو ليه عندك غلطة،
وهو بقى لي عندي طار. بصيلة ميشو بصيلة. أمان يا صاحبي. صباح الفل يا توبجي. صباح يا قلبي. امسك يا بندق. حبيبي يا ميشو، طول عمرك رجولة. أنا فضلت مأمن عليك في السوق وما دخلتش زي ما أنت مقريني، بس أنت إزاي هربت منهم عند محل العصافير؟ فيه يا ابني؟ 5 دقايق أقعدهم عندك وطير يا حمام، في ناس ورايا. شيل يا ابني المسدس ده وخش الدايرة ورا الستارة اللي جوه. كنت جاي وطالب الأمان. أي خيانة؟ وحد الله في قلبك يا ابني. أي خدمة يا حضرتك؟ ما لو تقول لي إيه النوع اللي أنت عايزه هخدمك. مع السلامة. شكرا يا حاج. ربنا يهديك يا ابني. واداني العصفورتين دول بالقفص بتاعهم كمان وما خدش مني فلوس. طول عمرك مرزق. هشوفك الليله دي عند زخنوق النوس بالليل على قهوه خفاش عشان المصلحه اللي ليا عنده وشو وقع حاضر. خلاص يبقى اشوفك هناك بالليل. سلامه ميشو. طير يا حمام. يلا يلا. صحيح ما قلتليش انت هتعمل ايه بالعصفور؟ ما قلنا طير يا حمام بقى. يا توبجي نازل مشوار ساعه كده وراجع تاني. سلام. اموت واعرف بتودي فلوسك فين بعد كل عمليه تقفش الشوم من هنا وفص ملح وداب. اوعى تكون لافف على واحده بتخلص عليك ولا تكون شايف لك بنك غيري. اطمن يا توبجي اطمن. وعايزك تطري على الصهد اللي في نفوخك ده. ها مش الحاوي مش بتاع قطط، انما لو القطط جت مفيش مانع ان احنا نعمل معاها الواجب والواجب وبس. انما بقى الشقوق والورق ابو مدنه وحنطور لا، دول متشالين بقى للشروه الكبيره. طير يا حمام. ميشو هات لي معاك ازازتين بيره مشبرين وانت جاي وما تحاسبش عليهم. انا ما بحبش اشرب حرام. بعد البلاك ليبل والجن والفودكا بقيت بتشرب راس العبد واربع حروف. كان لازم يعني تجريني وراك 4 كيلو. قطعت نفسي. الله يقطع نفسك. وفي الاخر يا بسكريتة ديك اتقندلت وقعت من على العجلة. وفي الاخر كلفتني قطن وشاش. انت مش كنت اولى بالفلوس دي يا واد؟ ها؟ انا عايز افهم بس، انت للدرجه دي غبي وما بتسمعش؟ انا غلطان لك يا استاذ فطين. انا غلطان، ما عدتش اعمل كده تاني. ما انت كل مره تسرقني وكل مره تقعد تتاسف وتقول لي انا غلطان لك ومش هعمل كده تاني. المره دي كنت معذور يا استاذ فطين، والله معذور. انما انت لو ما سمحتنيش المره دي انا هموت نفسي زي كل مره. خلاص خلاص يا بسكليته ما تقوقش مسامحك. بقول لك سابته البيت من غير سبب. من حقه قانونا يطلبها في بيت الطاعه طالما موفر ليها المسكن والماكل والمشرب، واذا رفضت تبقى ناشز. انا دلوقتي بقى يا بسكليته عايز افهم انت ليه المره دي تسرق العجله بتاعتي؟ انت ايه السبب؟ كان نفسي في كوتش مستورد من اللي بيجيبهم عم عربي من بورسعيد. الكاوتش اللي في رجلي دابع يا استاذ فطين، بقاله سنين على رجلي حتى شوف. خلاص خلاص جتك القرف. خلاص يا عم هتخليني اعيط يا بسكليت. وبعد ما فنشوني اكتشفت ان هما مش مأمنين عليا، واللي اتخصم مني راح عليا. ادي شغل القطاع الخاص يا سيدي. المادة الثانية من قانون التأمينات والمعاشات لعام 1974 بتقول: ويجب على صاحب العمل في القطاع الخاص والمواطنين العاملين لديه الاشتراك في الهيئة طبقا لأحكام القانون في الدولة. يعني قضية ابنك لا هتاخد حقك وهو يتحبس. خد يا بسكليتة ادي 50 جنيه هي تديها لعمك عربي مقدم للكوتش وتروح تشتغل وتدفع له كل شهر قسط. ها ما تحرمش منك يا استاذ فطين. ربنا يخليك لنا يا رب.
ربنا يخليك. ايوه يا اخويا، ما نحرمش منك علشان بقى تقعد تسرقني كل شويه، ويا ريتك بتسرق حد غيري. ما انا لما بسرق حد غيرك بيبلغ عني، انما انت الشهاده لله عمرك ما عملتها، وكل مره بتديني فلوس. مع اني يا بسكليتة المفروض انا اول واحد اروح ابلغ عنك، لكن انا لا يا بسكليتة، علشان عارف انك يتيم وابوك الله يرحمه موصيني عليك من ساعه ما قفشت وهو بيسرق المروحه من مكتبي. بس كان بيحبك قوي وبيحب يسرقك قوي قوي، وانا طالع له. الله يرحمه يا بسكليتة، مات قبل ما ينصلح حاله، بس انا مش هسيبك يا ولد، هخليك تنصلح حالك. يعني هتنصلح حالك؟ ها تشرب حاجه فخفخينه يا واد يا سيكا؟ ايوه جايلك يا استاذ فطير. غلط. ايه سيكا ده؟ الشيش دي ضد القانون. رجعهم جوه بدل ما اطصك محضر اغواء قصر على الاضرار بانفسهم يا سيكا. وانا مال انا يا استاذ فطير؟ دي قهوه وصاحبها المعلم زلعوكا هو اللي عايز كده. انا ماني وبتبجحني؟ فين المعلم زلموكا بتاعك ده؟ هاتوني. مين الكلب اللي صوته بيعلى قهوتي ده ومش عاملين لي اي اعتبار؟ الكلب ده يا معلم، البشوات جايين وعايزين يطلبوا يعني شيش من حقهم. قال ايه مش عايز ينزلهم علشان اقل من 16 سنه. انت عملت كده؟ انا ما عملتش حاجه يا معلم. اقوم عندك قوم اسالهم. اخرس يا سيكا يا حيوان. ايه كمان هتبرطم؟ فعلا الناس تخاف ما تختشيش. ايه اللي بيضحك قوي؟ امشي اللي اتسرق منك الاول. العجلة ده ايه الغلب ده يا ربي؟ هتظبطي الكلام معانا بالراحة. هنظبطك وهتبقى ليلة زي الفل. أما بقى لو قعدتي تعملي لنا فيها شريفة هنظبطك برضه بس بالعقل. لا لا يا زوز، بالراحة على المزة، وشكلها كده بالراحة برضه هترق وتحن وترضى وهتبقى أحلى حفلة يا برنس. حبيب قلب جرية دي يا ابن الدايخة أنت وهو. والواحد ما يعرفش يشرب كوبايه شاي مع السيجاره في ليله ابوك السودا دي. مين؟ مش الحاوي؟ اجري اه اجري يا دول. ما تخافيش يا قط. وانت بقى ايه اللي جابك ان وحيد؟ الشاي السخن يا ميشو. اموت انا وعيد السنه. انت خفيف يا ده سمكه ولا ايه؟ خفيف بس سكر زياده. طب امسك يا عم العسل، روح نام يلا. لعبة يا ميشو. امسكي اشربي الشاي وما تخافيش. امسكي. والله العظيم انا كنت مخنوقة وخرجت من المستشفى كده عشان افضفض مع ربنا شوية، رحت ماشية لغاية ما جيت هنا وهو مش عارفة ايه اللي جابني هنا. مستشفى برضه؟ اه والله العظيم مستشفى. انت فاكر ايه؟ انا افتكرت مستوصف. لا ورحمة امي مستشفى، ما انا اصلا ممرضة، وبعدين انا ما كنتش شايفة قدامي. ممرضة؟ ما كنتش شايفه قدامك ليه بقى يا ست الممرضه؟ شرب بنت؟ لا طليقي. الله يخرب بيته، الهي يا رب تجيله مصيبه من السماء. يبقى ماشي كده هوك، تجيله المصيبه من السماء كده هوك. وكمان متطلقه؟ ده انت ليلتك مش طالع لها نهار. احكي احكي. اتطلقت منه بالعافيه عشان واد سايز ومدمن وشمام وبيشم البلا الازرق على عينه، ده اللي بيشموه. شمام؟ اه لف عليا وضحك عليا انا ابويا من ساعه ما نزلت مصر هنا، ما انا اصلا من السويس، وبعدين دلوقتي عايشه انا وابويا لوحدينا. ربنا يشفي يا رب ويخليه لي. بس كفايه كفايه بقى. انت فين بيتك؟ اخلصي. قريب في العماره اللي على الناصيه هناك دي فوق السطوح. طيب على مهلك بقى. يلا سلام. ميشو يا ميشو. طب والجاكيت يا ميشو؟ خليه معاكي دميري. انت اسمك ايه؟ اسمي دنيا. دنيا ولا اخره؟ سلميلي على ابوكي. طير يا حمام. طير. ياما انت فين ياما؟ ايوه يا فطير. ايه يا حبيبي؟ محتاج حاجه؟ اتلسوعت ياما تاني. اتلسوعت يا حبيبي. حصل لك حاجه يا حبيب قلبي؟ لا ما تخافيش يا ست الكل، ما تخافيش، ده ابنك ده قرد مسلسل. على مهلك على مهلك يا ابني.
اتلسمحت تالت اتلسمحت تالت يا حبيبي على مهلك. قلت لك سيب موضوع الطبخ والاكل ده على امك حبيبتك. يا امي ما انا سايبهولك طول الاسبوع، فيها ايه يعني لما ريحك يوم واحد بس يا ست الكل يا قمر بيطل على الدنيا كلها؟ ولا انت بقى ما بتحبيش تاكلي من ايدي؟ ايه ده انت حتى نفسك حلو في الاكل يا دنايا. بجد يما؟ امال ليه بقى اخر مره طبختلك فيها اكلتي من هنا وقمت داخله اوضتك من هنا وقعدت بقى اسمعك طول الليل عماله تتألمي كده كان في مغص او بطنك وجعاكي؟ اوعى يكون من اكلك. لا يا حبيبي، لا يا روح قلبي، ده انا بس كان عندي صداع شويه. صداع جامد ايه يما؟ انا سامعك عماله تقولي اه يا بطني اه يا بطني. لا يا روح قلبي، ده انا كنت بقول اه يا دماغي. ربنا يخليك ليا ولا يحرمنيش منك ابدا يا فاطين يا ابن بطني، بس انت صعبان عليا قوي من العصر وانت في المطبخ والساعه بقت 10 ولسه ما اتغديتش يا دناي. متقلقيش يا ست الكل، ان شاء الله هنتغدى، هو بس المحشي كده هو اللي شكله طالب تاجيل، انما على مين ان شاء الله من اول جلسه، قصدي من اول غاليه، وهتاكلي صوابعك وراه. وعند اذن وفي هذا الصمت الرهيب والسكون القاتل يدخل القاتل بانيابه واسنان الحاده المليئه بالدم وهو يبحث عن فريسه جديده. انا خايفه يا ماما. مفيش قطر يا بنتي دلوقتي، حدوته يعني خلاص بعد شهر. يا صلاه النبي، كمان موسيقى تصويريه. واقترب القاتل من غرفه النوم، أحست البيت بخطوات قدميه فأسرعت لطريق الأنوار، ولكن القاتل قد فصل الكهرباء عن البيت كله فأسرعت وهي ترتعش وهو عايز ياخد أحشائها بأسنانه. الحقني يا ماما. ما تخافيش يا بنتي، ما تخافيش، ما خلاص خلاص بقى شهر. واقترب أكثر فأكثر فأكثر، فزنخت البنت مستغيثة بأعلى صوتها، بابا خلاص خلاص يا شهر، إيه البنت هتروح مننا؟ أقول لك على حاجة، الرواية حلوة صدقني، مش هتعزز معاك كده حلوة يا اختي. طب أقول لك، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إيه يا عزوز الله؟ هو أنا كل ما أحكي لك رواية يا أخي تفصلني كده وتعمل لي فيلم الهندي ده أنت وبنتك؟ ما أنت يا ماما كل مرة تخوفينا. اخرسي بالراحة على البنت شوية. اسكت أنت. حاضر، انا سايبها لك ونازل الشغل، عندي نبطشات ليل. اللي يشوف كده يقول يا ما هنا يا ما هناك، ايش حال ما كانش الاسم في وش البيت وبتروح تقعد وما بتعملش حاجه؟ ايه ده القهوه شاطت، القهوه شاطت. خساره انها جت في القهوه. انا نازل الشغل يا بنتي قبل ما تيجي. تروح وتيجي بالسلامه يا فندم، يا احسن مساعد اول ظابط في الداخليه كلها. بنت ابوكي صحيح، امتى بقى اجوزك واخلص منك عشان اروق لامك بقى ورواياتها اما طلعت على دتي تهبلها؟ ربنا يخليك ليا يا بابا. على فكره انا عامله لك صينيه البسبوسه اللي انت بتحبها، ويا دوبك عقبال ما توصل المكتب وتقعد اكون جايبها لك. طيب بصي بقول لك ايه، ابقي حطي لي على وش البسبوسه حته قشطه كده من ورا دراكولا اللي في المطبخ. حاضر. سلام. باي. عسل وربنا. كويس انه مشي عشان اقعد انا وانتي كده على رواقه احكي لك الجزء التاني من الروايه. لا يا ماما كفايه كفايه، مش عايزه بقى كده يا بنت عزوز. ماشي، هتروحي مني فين؟ ما انا هقراها لك. لا انا هقراها لك. بس قولوا لامي طب وانا مالي، طب وانا مالي، طب وانا مالي، طيب يا غزالي. طب ما تخلص بقى يا غزالي، ده احنا داخلين على نص الليل وانت لسه ما اتغديتش يا دنايا. انا مش فاهم يا ام، انت ليه بقى مستعجله النهارده قوي كده؟ قال لا، انت مش دايما بتقولي لي ما تستعجلش يا فاطين في التأني السلامه والعجله من الشيطان؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله، صحيح يا ابني، هي العجله مش مركونه تحت دي؟ الواد بسكليته سرقها تاني. تاني والخامس عاشر، وبعدين انت اللي ساكت له، ما تبلغ عنه وتسلمه. يا امي انا عايز اصلحه، وبعدين انا عامل عليه بحث وبعته للملحق الثقافي لسفاره ماليزيا. ماليزيا؟ اشمعنى ماليزيا؟ لان يا امي الواد بسكليته تحس كده ان هو شكله مدي على الماليزويين، وبعدين هم هناك بيهتموا جدا بموضوع الجريمه والقانون وبياخدوا كل الابحاث من كل بلاد العالم. ده بعتوا لي جواب شكر على القهوه. طب وانت يا دنايا هتعمل ايه بس من غير العجله؟ هقضيها بقى تكاتك يا امي لحد ما نستلم ان شاء الله العربيه الجديده من عند الحاج ميمي،
وهو خلاص اخر قسط هو الشهر ده. قولي لي بقى، خلصت السلطه ولا مأخرانا على الفاضي؟ خلصتها يا روح قلبي، بس شغل انت بقى، ده انت على لحم بطنك من الصبح. قولي بقى ان انت اللي جعانه ومشتاقه انك تاكلي من ايد فطنطن ابنك حبيبك. قولي لي يا امي، احنا اخر طبخه خلصناها امتى؟ قبل الفجر بشويه. اوعدك بقى يا امي، المره دي قبل نص الليل هتلاقي السفره دي كلها جاهزه. والنبي يا فاطين يا ابني، انت لازم تتجوز، لازم يا ابني تتجوز، ويا سعدها يا هناه اللي هتتجوزك. والله يا ست الكل، انا كنت مجهز لك المفاجاه دي بعد الغدا، بس شكلي كده هقول لك عليها. والنبي قولي يا فاطين يا ابني، قولي وطمن قلبي، لقيت عروسه وعجبتك؟ هي من ناحيه عجبتني فهي عجبتني قوي ياما. ايه ده، قمر بدر منور تشبه لك كده بالظبط. اوعى يا فاطين تعمل زي كل مره وتيجي ساعه الجد تقول لي لا ياما انا مش عايزه اتجوز، انا هقعد معاكي هنا من غير جواز. اوعى. لا 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 ياما، لا، هم العرايس اللي فاتوا دولت عرايس، ما كانش حد يشبه لك ياما، دول كلهم كانوا جنح وجنايات، انما العروسه دي بقى قضيه مستعجله محتاجه محامي شاطر زيي. اسمها ايه يا فاطين؟ قطر.